يشوف بأنه قادر أنه يعطي فيه، قادر أنه ينتش فيه، قادر أنه يكون فيه حياته. أول حاجة علاش ما بحناش كنهضروا على التنمية وملي كنهضروا على التنمية المستدامة، ملي كنكون جالس في داركم كنسمع الثقافة الأوسط لا تغيرات. دابا المشكلة ولينا غاديين في واحد كيقولوا الكوكب الأرض يستنزف بحال الاهداف ديال الاستهلاك اللي انت مسؤوله، كاين شي اهداف اللي خاص الخبراء اللي حضروا فيهم. بالنسبه لهذا 16 اللي كان في 2030 هذا 16 داخل يعني جمهور سدان، رئيس مشاريع حركه المواطنون. هذه الحركه اللي هي حركه وطنيه، هي بلس ان ثينك تانك او مركز دراسات، كنخدموا على مجموعه ديال 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 المواضيع، لعل ابرزها هو اننا كنخدموا لايجاد نموذج تنموي اقتصادي جديد، كنهتموا بامور التعليم بامور الثقافه. واليوم حنايا في الداخله في اطار مبادره المقهى المواطن او لو كافي سيتويان، هذه واحد المبادره اللي جنى بها المغرب، كنحاولوا ما امكن اننا نتواصلوا فيها مع الشباب، نتعرفوا على التحديات ديالهم ونسمعوا التوصيات ديالهم، حيت حقيقه سمعنا مجموعه ديال التوصيات مهمه. نبغيو ان الشباب نخلقوا لهم واحد المجال كبير فاش ديال النقاش ديال الحوار ديال الراي والراي الاخر، ونخليهم انهم يكونوا شركاء في التنميه عبر التعبير على الاراء ديالهم وعلى التوصيات ديالهم. هذا الشيء علاش حنا اليوم هنايا في مدينه الداخله، ونتمنوا ان المبادره ما توقفش اليوم، نسمعوا كافي سيتويان 2 3 4 الى ما نهايه ان شاء الله هنا في الداخله. وشوف دزنا مجموعه ديال المحطات في المغرب، اليوم حنا تقريبا في اخر جهه، يعني دزنا 11 جهه في المغرب، كل جهه تميزات على 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 الاخرى. البارح كنا في مدينه العيون، كان كافي سيتويان 100% صحراوي، كنا في طنجة، في تطوان، في شاون، الكلميم، ورزازات، والحمد لله اللي اكتشفناه هو ان الشباب المغربي حامل الهم ديال هذا الوطن، وكيجي كيعبر على الهموم ديال هذا الوطن. غير هو الاولويات كل من منطقه كتختلف الاخرى، كاينين مناطق اللي عندها اولويه ديال التنمويه، مناطق اللي عندها خصوصا في التعليم، مناطق اخرى كتهتم بما هو متعلق بـ 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 بالشغل، او مناطق اخرى كتهتم سورتو بما هو ثقافي. ولكن الحمد لله اللي نقدر نقول هو ان الشباب المغربي واعي، وصل لواحد الدرجه ديال الوعي، انه كيجي ويناقش ويعبر على الراي ديالو، خصوصا كيتقبل الراي المختلف. طيب رئيس جمعيه فاعل خير، المنسق الجهوي للشباب التنميه المستدامه، احنا اليوم في صدد لقاء تواصلي او لقاء بين الشباب ديال جهات الداخله وادي الدار، اللقاء اللي هو كيعني اهداف التنميه المستدامه الاهداف 17. احنا اليوم قررنا اننا نديروا واحد اللقاء اللي كيهتم بقضايا اهداف التنميه المستدامه مع الشباب، مجموعه من الشباب، باش ناخذوا بعض الافكار او بعض الاراء او بعض التوصيات اللي كتهم جهتنا بشكل خاص، وكتهم كذلك المجتمع في اينما كان بصفه عامه. هي طالب وفاعل جمعوي هنا في مدينه الداخله، كما كنعرفوا بان الشباب دابا ولا عندهم دور كبير في اتخاذ القرار، لحقاش كنعتبروهم هما قاده الغد. وصراحه هذه بادره طيبه، وبين الموضوع اللي اختارينا اليوم باهداف التنميه المستدامه، هذا المشروع ديال التنميه المستدامه اللي كنعرفوا بان العالم كامل كيسهر باش على التفعيل ديالو وتحقيق الاجنده ديال 2030، هذا اللي كيمكننا باش ان نكونوا شباب قادرين مستقبلا على قياده جهاتهم. كيحملوا واحد ان باجاج كولتوريل اللي فو انفستير في لو كوتي باتريمون ديال لو بي. بما يخص ومنه ايضا ترسيخ مجموعة المعلومات اللي كتحمل هاد اللي كيحمل هاد الموضوع هذا. وبصفتي كشابة خاصني نعطي في هذا المجال وناخذ لو بلو غران هذا لو بلو غران تيرم باش نجمع المعلومات الكافية في هذا المجال. مدرسة وطنية تجارة تسير مدينة الداخلة. الهرم السكاني ديال المغرب حاليا كيعتمد على الشباب، هما اللي كاينين بزاف، وهاد الشباب يقدروا يساهموا في التنميه المستدامه عن طريق خلق بعض التوازنات بين فرص الشغل والموارد الطبيعيه اللي موجوده. ضواب نادي حقوق الانسان والتربيه المواطنه، اهداف التنميه المستدامه 17، وغادي نعرفوا الدور ديال الشباب اللي كنعرفوا باللي عندهم دور فعال ودور
دور فعال ومساهم، حيث الشباب هما اللي كنشوفوهم كيساهموا في تطوير التنميه المستدامه ويعرفوا بها من خلال الندوات والمؤتمرات اللي كيقوموا. لميا الدويري من سكنة مدينه الداخله، خريجه المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. جينا اليوم كشباب مدينه الداخله باش نناقشوا مجموعه من المواضيع عندها علاقه بطبيعة الحال بالتنميه المستدامه، مشاكل اللي كتلقاها المنطقه، وحنا كشباب نحاولوا نلقاو لها الحلول ديالها.